مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن العلاقات واحنا يعني قاعدين نقترب من نهاية الشهر، وصراحة النهايات مو سهلة ومو هينة، خصوصا طوال هذا الشهر كنا نتكلم عن موضوع كثير مهم ويلامس كل شخص في هذه الأرض وفي هذه التجربة. لسه باقي معنا كم يوم، ويعني لآخر يوم راح نتكلم عن العلاقات عشان نقفل هذا الموضوع صح. اليوم نبغى نتكلم عن ديتوكس العلاقات، وأخرت هذا الموضوع لسبب إنه الناس تحب المختصرات حتى لو كان المختصر مرات غلط. لذلك قررت إنه هذا يكون من الموضوعات المتأخرة. أذكركم تذكير متأخر الأشخاص اللي ما حطوا معانا نية تشافي العلاقات، يعني متأخر إنك تحط النية، لكن أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. فرصة إنك تختبر الموضوع خلال 3 أيام هذه. حط نية تشافي العلاقات، وبعدين حط معانا خلفية الجوال اللي موجودة في حسابي على تويتر، مثبتة في حسابي على تويتر. خلنا نشوف بعد 3 أيام وش نتائجنا لهذا الشهر، شو اللي صار، شو اللي تغير، شو التطورات، وين رحنا، وين وصلنا. اعتبرها تجربة، لعبة. لعبة لمدة 3 أيام. حط النية، حط خلفية الجوال، قلت خلني أشوف هالخرابيط وش يعني، وش تايتها معهم. جرب، شوف إيش يصير، شوف، انتظر المفاجآت. إيش نقصد بنية تشافي العلاقات؟ تشافي العلاقات نقصد فيها إنه كان عندي علاقة مؤذية كارمية، علاقة كثير أذتني، كثير مليانة جروح أنا منها. أقصد في تشافي العلاقات رقم 1 إني أنا أشافي هذه الجروح، وبالتالي أفهم الرسالة وأقلب الصفحة وتنتهي هذه العلاقة، تروح من راسي وتروح من طاقتي وتروح من مشاعري وأتحرر منها تماما. هذا رقم 1. رقم 2، تشافي العلاقات يعني إنه أنا الآن وسط علاقة، العلاقة كثير مرتبكة، فيها ضعف كثير، أنا أبغى الضعف يتشافى فيها. الضعف يتم قبوله، أو يتم حتى حب هذا الضعف، أو يتم حتى حل هذا الضعف. 3، ننوي تشافي العلاقات يعني إنه أنا عندي علاقة موجودة، ما هي سيئة، ما هي رديئة، ما خلصت ولا هي رديئة، لكنها مملة جامدة، وصلت إلى طريق مسدود، أبغى أطورها، أبغى أنقلها لمرحلة أخرى، أبغى أنقلها لمستوى روحاني، أبغى أنقلها لمستوى أفضل، مو شرط يعني مستوى كبير، لكن قد يكون أفضل، أو قد يكون عندي القدرة أني أوصل مكان أكبر. أيضا هذا تشافي العلاقات. فنية التشافي تشمل كل هالأشياء اللي ممكنها تضبط العلاقات عندك. طيب، أذكركم عندنا 5 كورسات موجودة على الموقع sumaya365.net. عندنا غداء منتصف الليل، الحياة السرية للبشر، العلاقات الخطرة، طبقات الحياة، ورشة تشافي العلاقات. بدأ العد التنازلي لإغلاق 5 كورسات، واللي سألوني متى نفتح الكورسات مرة ثانية، إذا صار في فرصة ممكن يكون بعد سنة من الآن نفتح الموضوع العلاقات ونرجع نتكلم فيه مرة ثانية. في الغالب بعد سنة، مرات يكون أكثر، قليل يكون أقل. يعني مثلا موضوعات مثل كارما الثراء مثلا، صار لي زمان كثير ما فتحتها، يعني يختلف، لكن في الغالب سنة نكون خلاص، لأن صار لنا شهر نتكلم عن الموضوع، فما أبغى يعني شوية كذا كم بعد شهر بعدين نرجع نتكلم عن العلاقات، خلاص يعني خلاص ملينا وحنا نتكلم عن العلاقات. يعني كل الموضوع في العلاقات طبينا فيه، كل القصة يعني علاقات الطفولة، العلاقات المرتدة، العلاقات السامة، العلاقات بداية العلاقات، نهاية العلاقات، كل القصص افتح اليوتيوب وشوف، يعني
شيء قصص لا تنتهي في تطوير الذات كلها في العلاقات. لذلك أحب أنه لما نغادر الموضوع نخليه ونرجع له بعد سنة، نكون كلنا نضجنا، نكون كلنا تطورنا وكلنا وصلنا مكان ثاني. فاللي يسأل عن وقت فتح الكورسات مرة أخرى، في الغالب راح يكون بعد سنة. تقول لك لدرجة كرهت العلاقات. كنت كرهتها، فأنت كرهتها من قبل ما نبدأ هذا الشهر. لكن أعتقد أن إحنا يعني طبخنا كثير هذا الشهر صراحة، وأعتقد أن كلنا مع بعض نضجنا. أعتقد كلنا مع بعض نضجنا هذا الشهر ووعينا الأشياء جديدة وتعمقنا. عموماً خلونا ندخل في موضوعنا اليوم. هو موضوع كثير مهم، موضوع كثير مهم، اللي هو موضوع ديتوكس العلاقات. إيش تقصد بالديتوكس؟ الآن مثلاً خلنا نقول أنت تبغى تسوي ديتوكس من الدهون مثلاً. طيب يمكن مثلاً في ناس عندهم هالفلسفة أنهم يبطلون دهون ويكون دهون، أو مثلاً سكر، ديتوكس من السكر، يبطل سكر، يوقف سكر، ما عاد يأكل سكر، ما عاد يأكل سكر، بعدين يدور أشياء تنظف السكر اللي دخل فيه قبل وطلعه من جوا وكذا. لما يطلع يطلع كل السكر، بعدين يصير يعني جسمه يتصرف بتصرفات أخرى، أو يفهم الدنيا بطريقة أخرى، أو جسمه يتصرف بشكل مختلف، مثل اللي يدخلون الكيتو مثلا. طبعا أنا مو متخصصة، فقط مجربة يعني. فالجسم يصير عنده يعني وجهة نظر أخرى تجاه الأكل، وجهة نظر أخرى تجاه شعوره تجاه الأكل، ردة فعل مختلفة تجاه الطعام، طاقة مختلفة. فهذه هي الفكرة الرئيسية في الديتوكس، أنه أنت تبتعد عن هذا الشيء اللي قد يكون مزعج، أو قد يكون مربك لحياتك، أو قد يكون مشوش عليك الرؤية، أنك تخليه بعيد وشيء لجواتك عن هذا الشيء، أنك أيضا تبعده عنك لما يكون عندك رؤية جديدة أو زاوية جديدة تقدر تفهم من خلالها الواقع. طيب إيش نقصد بديتوكس العلاقات؟ نقصد فيها أنه أنت تفصل عن العلاقات تماما بالدرجة الأولى، فكريا، مشاعريا، جسديا، أيضا من برا ومن جوا. من برا زي مثل السكر اللي قلنا قبل شوي، أنت ما تأكل سكر، وأيضا أنت السكر اللي جوا تبغى تطلعه برا. فمن برا ما في علاقات، وأيضا من جوا ما في يعني طاقة العلاقات، أفكار، مشاعر مو موجودة برضو من جوا. بمعنى إنه أنت منفصل منفصل سلوكيا، منفصل بالمادة، ما في حولك علاقات، أنت مو موجود، مو متواجد في مكان في علاقات لك. أيضا فكريا أنت ما تفكر في علاقات، ما في أفكار عن العلاقات. أيضا مشاعريا أنت مش متصل مشاعريا بأي علاقات. هذا هو ديتوكس العلاقات. خلي أقولك ليش نسوي، وهل في ناس يسوونه أو لا. في ناس تختار انها بسبب الظروف اللي تمر عليها بالحياة، بسبب الضغط، بسبب كركبة الحياة، تختار انها تقول لك خلاص انا ابغى اسوي ديتوكس، ابغى ابعد عن كل احد، ابغى اروح في بحيرة في اخر الدنيا واقعد هناك واسترخي واشوف الحياة وكذا وافهم الدنيا. طيب في ناس تسوي هذا الحال، وين المشكلة؟ المشكلة انهم يروحون يبعدون يعتزلون، وبعدين لما يقعدون قدام البحيرة وكذا خلاص المفروض الان ايش؟ المفروض يعني ينظفون كل العلاقات اللي مرت عليهم وكذا يتحررون منها. لا، يقعدون كذا يجيبون كوب القهوة وبعدين يقول فلانة يوم سوت فيني، شلون؟ يوم طلقني لازم انتقم، لازم. فما استفدنا، كأنك ما سويت شيء، كأنك قاعد معاهم، كأنك قاعد بينهم.
لذلك فكرة الديتوكس تعتمد على أنه أنت تبغى تبعد جسدياً عنهم، هذا واحد، وتقفل جوالك وتقفل ولا ترسل إيميل ولا ترسل واتس ولا ترسل ولا أي شيء. الشيء الثاني أنك أنت فكرياً راح تتحرر فكرياً منهم، وبناء عليه أنت محتاج شيء يعبي الجسد الفكري، مو وقت للاسترخاء. ديتوكس العلاقات مو وقت للاسترخاء، ديتوكس العلاقات هو وقت انك انت تقفز الى جانب اخر من ادواتك تشتغل عليها، ويعني يكون الايقاع الفكري في ذلك الجانب مو في جانب العلاقات. لانه في اي لحظة انت تكون فيها عندك في جسدك الفكري شاغر، وجسدك الفكري طبعا قوي وحاضر، في شاغر شوية على طول راح تجي العلاقات. فبالتالي انت محتاج انك انت تنشغل فكريا، بمعنى الكلمة تكون مشغول فكريا، مشغول مشغول مشغول، عندك شيء، عندك شيء مشغول فيه، عندك مشروع، عندك مهمة قاعد تسويها، عندك أشياء، عندك شغل، عندك شغل مشغول فكريا، ما عندك وقت انك تتذكر العلاقات وش صار وش ما صار، مين تهاوشت معاه مين كذا، ما عندك وقت تدعي على احد وتضارب مع طاقة احد، ما عندك وقت. وبالتالي مشاعريا انت راح تكون متحرر مشاعريا من هذه العلاقات. في مثل هذه المرحلة، في مثل هذه المرحلة لما تكون انت خلاص طلعت برا كل هالدوائر هذه، اقدر اقول انه انت بدأت الان ديتوكس العلاقات، انت بدأت ديتوكس العلاقات. لانه في هذه المرحلة قد تستطيع انك ترى علاقاتك بزاوية اخرى، قد تستطيع انك تفهم صورة كبيرة ما فهمتها من قبل، ايضا قد تستطيع انك تكتشف طاقة عندك تستطيع انك توصلها ما استطعت انك تفهمها يوم انك وسط الخلطة، وسط يعني وسط الاجواء وسط العاصفة. خلني اقول لك انه الخيار هذا، خيار الديتوكس، ما المفروض انه يتخذ في غالبية العلاقات او في الاوضاع العادية للعلاقات. متى احنا ناخذ قرار ديتوكس العلاقات؟ ناخذ هذا القرار لما كل العلاقات تخرب، كلها على بعضها تخبط، تصير مرات كلها 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 على بعضها تخبط، كل العائلة يزعلون عليك، وفي الدوام يفصلونك، وأصدقائك يتشرهون، والجيران ما أدري شو مطير روسهم، فجأة كل العلاقات خربانة. في هذه اللحظة، هذه اللحظة، هذه اللحظة هي لحظة صحيحة ومؤكدة لديتوكس العلاقات. هذه اللحظة هي اللي تضف شنطتك وتطلع برا المكان اللي فيها علاقاتك المادية، وتروح مكان بعيد وتنشغل فكريا، تنشغل في شيء، تنشغل في مشروع، ان شاء الله قراءة، ان شاء الله، المهم انك ما تفكر في شيء. وبالتالي انت تطلع برا كل القصة. ليه؟ لانك انت تقريبا انت كثير اخطأت، سوري اني اقول لك هذا الكلام، لما كل العلاقات تخبط عليك كذا مرة واحدة انت اخطأت، واخطأت اخطاء كبيرة ومتتالية. ذلك في هذه اللحظة أنت محتاج إنقاذ سريع، وفي شيء ممكن يطيح ويعني يتكسر فوق رأسك، جسد ينهار، علاقة مهمة تنهار، اختبار يخرب، في شيء يعني يبغى يطيح، يبغى يتهدم فوق رأسك، فأنت تبغى توقف القصة، ما تبغى يعني الكارما تبغى توقف الكارما شوية لما أنت تستعيد قوتك وتستعيد طاقتك. لذلك نقول هذه اللحظة هي لحظة مهمة لديتوكس العلاقات. بعض الناس لما يضايقون من شخص واحد مثلا عنده قصة طلاق، تقول والله أنا أبغى أسوي ديتوكس، أبغى أبعد وأروح، أقول لها الموضوع ما يستحق، وإذا رحتي خذيها رحلة تأمل. بالعكس، أنت محتاجة تتأملين أكثر في العلاقة، محتاجة انك تفكرين في هذا الزوج، هل هو مناسب، هل اعطيه فرصة، هل ما اعطيه، قدام البحيرة ومع كوبك وقهوتك تفكرين باللحظات الجيدة واللحظات التعبانة جيد، ما في مانع انك تفكرين في علاقة واحدة بس ماخذتها معك، ماخذة طاقتها بس مبتعدة جسديا عن الشخص هذا،
طلع عندك قرار مهم تبغين ينضج هذا القرار، تبغين تفكرين فيه، ما في مانع. لكن انت ما مو اذا انت تمرين بمرحله الطلاق مو بالضروره انت سويتي مصايب، مو بالضروره انت سويتي اخطاء، لذلك ماني خايفه انه في شيء ينهار او في شيء يتدمر. لكن شخص كل علاقات خربت في وقت واحد كذا يعني تكركبت عليه، اعرف انه هو رايح للطريق المنحدره، واعرف انه هو العلاقات هذه من كثرها ومن كثافه الطاقات اللي راح تكون كلها كارمات حوله قد يكون التدمير قوي وسريع. لذلك احسن شيء انك تقوم بهذه العمليه بشكل سريع، انك تقوم بديتوكس العلاقات وتفصل وتطلع من كل هالقصة وتبتعد وتروح مكان بعيد وتروح بفكر بعيد وتشعر بشعور مختلف تماما. لأن القصة هنا غير قصة الطلاق اللي قبل شوي، القصة هنا هي قصة ذاتك، هي قصة انه انت رايح طريق غلط، مو علاقتك غلط، لا، انت جواتك في شيء غلط، في شيء غلط يحتاج يتعدل، في شيء انت فاهمة غلط في الحياة. ذا كل هالأشياء، كل الناس، كل اللي حولك قاعدين يقولك يا اخي انتبه يا اخي انتبه يا اخي انتبه، انت رايح للطريق المنحدرة، ترى في شيء جواتك غلط. لكن في علاقة واحدة ما نجحت، في قصة طلاق، لا، مو بالضرورة جواتك شيء غلط، لا، مو بالضرورة، مو بهذا الشكل ومو بهذا السوء. لذلك في فرق. فبالتالي لما تختلف مع شخص تبغى تناظر للعلاقة، شعور العلاقة، مستوى العلاقة، وش قدمنا وش أخذنا وش شخص لشخص، تبغى تفهم الموضوع. لكن لما كل العالم كذا تخبط عليك وتقول لك انت وش مسوي، انت وين رايح، انت كذا كذا، فمعناها انت فيك البلع، انت فيك مشكلة ولازم توقف، لانها هي طاقة كأنها موجة تسونامي جايتك طاقة كذا جاية بأقصى قوة. الطريق انك انت تسوي ستوب، انك تسوي هذا الديتوكس بشكل سريع، توقف الطاقة بشكل سريع. وخلال هذا الانتقال من الممكن انه يصير فيه تكه، من الممكن انه يصير فيه لفه عندك، من الممكن انك تنتبه لزاويه معينه، من الممكن انك تغير حذائك، من الممكن انك انت تنتبه للنور بداخلك، فبتبدا يتغير الواقع. انا في علاقه مع شخص سنتين، دائما من ابسط خلاف يكبره ويجعل منه دراما ويحط اغلاط قديمه لي حتى اسوي اللي هو رايده مني، كيف ممكن اتصرف مع هذا الشخص؟ احنا يبدو ما زلنا ندور في فلك النرجسيين. شوفي، وتكلمنا قبل في شهر من الاشهر الماضية، تكلمنا عن موضوع اليسر وموضوع، واعتقد برضو تكلمت يمكن في كورس الحياة السرية للبشر على موضوع التعقيد اللي يعيشونه البشر، او يمكن بعد تكلمنا في انستغرام لايف، انه كل ما انخفض مستوى الوعي عند البشر كل ما تفننوا في التعقيد، فن التعقيد، وشافوا انه الحياة قيمة بالتعقيد هذا، حياة كثير قيمة بالنسبة لهم بهذا التعقيد. فاذا صار في شيء بسيط، موضوع سهل بسيط، خطأ بسيط، يكبرون ويحطون منه قصة ويسوون يعني حدث يعني كثير، بينما كل ما ارتفع الإنسان في الوعي كل ما بسط الأمور، كل ما قال أي بسيط الموضوع، أي بسيط ينتهي كذا. لأنه أيضا وعيك تجاه القصة هذه لها علاقة بتطور الموضوع أو تأخر الموضوع. سؤالك أنت الآن أنه أنا كيف أتصرف مع هذا الشخص؟ أول شيء أبغى أذكرك أنه مهما كنت جميلة الجميلات، مهما كنت ثرية من الثريات، مهما كنت يعني في غاية الجودة، مهما كنت في غاية الأناقة، مهما كنت يعني جدا لطيفة، مهما كنت رقيقة، مهما نزلت دموع وبكيتي، مهما حاولت تحننين قلبه، لن يتغير. سوري إني يعني أختصر عليك التجربة، لن يتغير. هو هذا هو. شفتي اللي من سنتين، يمكن أنتي من سنتين تحاولين عاد تبغين تكملين 10-20 سنة وطول العمر،
لن يتغير، ما راح يتغير. ما اصلا على فكره واقول لكم يعني عشان بس ننتبه انه ما في احد يتغير عشان انت تزوجتي، ما في احد يتغير عشان انت جميله، ما في احد يتغير عشان انت تكلمتي معه بشكل جيد، ما في احد يتغير عشان انت رقيقه، ما في احد يتغير. يعني يمكن اكثر شيء احس انه ممكن يغير في رجل بالنسبه للرجال وعقلياته ممكن اذا كان عندك فلوس، يعني هذا اكثر شيء اقول اه ممكن يعني يضغط على نفسه ويتغير، ممكن. لذلك هو الرجل اللي انت تشوفينه الان هو اللي راح تتزوجينه، هو اللي يعني هذا هو اللي قدامك، هذا هو الانعكاس اللي موجود امامك. فاما انك انت تقبلين فيه واما انك ما تقبلين فيه. اما سالفه انك انت تبغين حبه صحيه عشان يتغير، تتوقعين انه بيتغير، تتوقعين انك تسوي معاه عهد، هذا الموضوع كبير، ما هو بسيط، موضوع كبير. ما هو مثلا تقولين لي والله زوجي ما جاب لي هديه، اعطيني طريقه عشان يجيب هديه، اقول اوكي ابعطيك طريقه الطلب، شلون تطلبين تسوين كذا وسوي. اقول الموضوع هذا بسيط، موضوع كثير سطحي انه يجيب هديه ما يجيب هديه، كثير بسيط. ممكن اي شخص يجيب هديه كان ما يجيب هديه، بسيط. لكن هذا الموضوع هو موضوع كثير عميق، هذا يدل انه جواته مكتبة معفوسة، مكتبة يعني كتب فوق بعض وأوراق مشققة وملف داخل في ملف وأخبار، شي 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 لو تاخذين طلة على المكتبة اللي جوا يعني ما تفهمين ولا شيء، ما تفهمين ولا شيء. عشان كذا هو يعبر عن هذا المكتبة اللي جواته، لما يصير غلط يعبر يقولك طيب طب ايش دخل تذكرين يوم قبل سنتين يوم انك تخطين، طب ايش دخل الملف عنده من الداخل، الملف ورقه الملف الاحمر جت في الملف الاصفر، فهو يعني المكتبه خربانه يعني من داخل الامور. فتقول ايش دخل اغراض سنتين يجيبها الحين يحضرها، لانه المكتبه معفوسه. طيب ليش خطا بسيط يخليه خطا كبير، لانه الملفات داخل بعض، الموضوع البسيط لأن المشاعر، لأن يوم كان صغير كان عنده كثير مشاكل، فبالتالي هو ما يدري مين صديقه من عدوه، ما يدري مين اللي يعني لمس الخط الأحمر ولا ما لمس الخط، فبالتالي دائما كذا يعني خايف إنه في أحد يعتدي عليه، خايف إنه في أحد يمس كرامته ولا يمس شيء، فيكبر الأشياء لأنه هو مو واثق من نفسه، مو عارف الحدود، في غبرة على كل الأوراق حقته، مو فاهم نفسه ومضيع العالم معه. هذا هو الواقع، والخيار بين يديك. أشعر أني لا أهتم الماديات وأن ما ينشغل به الناس في قمة السخافة لا أعرف مسألة. تكلمت عن هذا الموضوع في الحياة السرية للبشر، هذه الجلسة كثير ممتعة ومضحكة ومبكية ومثيرة وغريبة. هم البشر على فكرة على أي حال يستخدمون الماديات للتقييمات، يستخدمون الماديات للحكم واتخاذ القرارات. صعب أن تقولين أنه اللي يشغلهم شيء سخيف. أتقبل أنك ما تهتمين بالماديات، It's okay. أتقبل أنه أنت ما تهتمين بالماديات، لكني صعب أني أقول مثلا لما أشوف شخص مهتم بالماديات أقول هذا إنسان سخيف. لا مو شرط، مو بالضرورة. أنا عندي وجهة نظر أقول إنه كل ما زاد الإنسان روحانية، كل ما ارتفع في الروحانيات، كل ما ارتفعت طاقته المادية. لذلك نجد إنه كل ما كان الشخص لديه خليني بس أقولها بطريقة صحيحة، كل ما كان الشخص لديه قدر من الروحانيات كل ما كان لديه حق أعلى في الماديات. لذلك ممكن نجد الأنبياء يتملكون يعني بالقانون والنظام حجم هائل من الماديات. كل ما صار الشخص لديه مسؤولية أعلى تجاه كمية أكبر من الوعي، بمعنى مثلا خلينا نقول ملك أو رئيس أو أمير، كل ما كان له
طاقة أكبر أو حق أعلى في الماديات. لذلك ما أقدر أقول أنه مثلاً لما مثلاً كان الرسول معه مثلاً أفضل خيل في المدينة إنه هذا سخافة. لا ما هو قائد ولابد إنه يعني يكون مع أحسن خيل في البلد. لفت كذا تتسق الصورة. لي أجل يركب حمار؟ لا طبعاً وحاشا يركب أحسن شيء وأجود شيء وأفضل شيء، يركب 5 نجوم. فأنا أشوفه بهذه الطريقة. لكن في فرق ما بين إنه شخص هو يشوف المادة هي الجوهر، في فرق ما بين شخص يشوف المادة هي كل القصة، وفي فرق ما بين شخص يشوف إنه لا، اللي وراء المادة هو القصة، المادة هي بس الغلاف، بس الغلاف. لذلك أنا أحترم الماديات وأحترم الجمال، حتى الناس الجميلين أحترم الجمال، أقدر الجمال، أحترم الماديات وقدر الماديات. لكن ما المفروض أنها تكون في قلوبنا وكذا؟ يعني هي الطاقة اللي إحنا نستمدها للحياة. لا هذه فقط المظهر اللي إحنا نستمتع فيها ونستفيد منها، لكن العمق موجود هناك في الروح، في الطاقة، هذا هو العمق. إذا لا تزعلين عليهم، طوال الوقت البشر راح يقيمون بالمادة، تقبلي هذا الشيء، بالعكس استغلي واستفيدي منه. يعني أنت لو عندك محل أوكي وقعدت تبيعين، إذا المحل مو حلو وماديا هو مو حلو ما راح نشتري منك، سوري، حتى لو كنت في عمق الوعي. يعني بسيط الموضوع، ما راح نشتري منك، المكان مو جميل ما راح نشتري. هذا برضو درجة من الوعي، انه احنا نستوعب هذا الشيء. والمادة هذه خلفها طاقة، كل ما كانت المادة أكثر جمالاً كل ما كان خلفها طاقة أعلى. هذه لها تأثير، هي لها قوة، هي لها حضور. لكن هي مو سخيفة، لكن ما المفروض أنها هي تكون عمق التجربة؟ لا، في خلفها طاقة وروح هي عمق التجربة. زهور حبيبتي تسأل تقول امرأة توفت بالسرطان الله يرحمها، وقد عانت من شريك نرجسي بعد زواج دام أكثر من 40 عاما، ما رسالتها وهل علاقتها مميتة؟ أكيد علاقتها مميتة. العلاقات النرجسية عديتها في جلسة العلاقات الخطرة إنها علاقة مميتة. ونعم إذا كان الشخص، مشكلة الشخص النرجسي إنه لديه طاقة جبارة إنه يخليك غلط طوال الوقت. يعني صراحة مرات انت ما عندك طاقة انك كل شوي تدفع نفسك، اوكي دفعت سنة دفعت سنتين بعدين تمل، بعدين تقول اخ، بعدين شوي بعدين كانك تصدق، بعدين كانك تستسلم، بعدين كانك تتقبل، بعدين كأنك انت تتقمص الدور على نفسك، بعدين تصير انت اللي تلوم نفسك، بعدين تصير انت اللي تعاقب نفسك، بعدين انت اللي تأذي نفسك، وتخلص هذه القصة. لذلك أنا عديت العلاقة النرجسية من العلاقات الخطرة، وعديتها من العلاقات اللي قد تحتاج أنك تتخذ قرار الخروج من العلاقة بدل من أنك تطورها. بعمر 10 سنوات حلمت أتزوج صيدلاني، ومن كبرت الآن عمري 25 التقيت بنفس الشخص وبدأت أدعي تزوجني، صح يا حبيبتي؟ والله يا ليتك حضرتي معنا مسرح الأحلام، حلوة القصة. ادعي، حطي تبغينه اجذبي. صديقتي تسأل تقول هل استفيد من الإجابة على أسئلة شافي العلاقات الكارمية على عقد تعليمي فيه جزء كارمي والعلاقة لازالت؟ طبعا بدون أدنى شك، وهذا ممكن يخليك انك انت تفكرين انك انت تطورين العلاقة مو انك انت تنهينها، لأنك انت تطورينها. واحد مرسل لها بعد خفية الجوال والنية قال لها ايش شخصيتك صارت لطيفة، عجيب. صديقتي تسأل تقول معليش بس ليش يكون لكل علاقة
انتهت مخلفات سيئة، هل هذا بحد ذاته رسالة؟ الآن خلنا نقول مثلا العلاقة، بفترض بما أنها مخلفات سيئة، العلاقة مؤذية وانتهت وباقي جروح تنزف، طيب هل الجروح هذه لها رسالة؟ طبعا لها رسالة، أنك أنت تفهمين الرسالة، أو خلنا نقول هل الشعور، أنا أتألم الآن، أنا متضايقة من هذا الشخص اللي انتهت قصته، بس انتهت في الواقع المادي لكنها ما زالت في مخي وما زالت في شعوري، هذا الشعور هذا الألم له رسالة، يقولك افهم القصة، افهمي ليش صار الموضوع، ليش انتهى، وش التبادل اللي ما تم، وين الأزمات اللي صارت. أنصحك أنك تحضرين ورشة تشافي العلاقات، راح تجيبك على كل هالقصص في العلاقة. ليس لدي علاقات، أعيش في مدينة بعيدة ولا أعمل، لا أرى أحد، تعبت ولا أعرف كيف أجد صديقة كما أحب. أعتقد مو إحنا في وقت صديقة، إحنا في وقت أبغى أشتغل. أعتقد يعني الأولوية أنك أنت تقولين أبغى أشتغل، هذه الأولوية، مو الأولوية أنه أنا أبغى صديقة، أبغى أتعرف على الناس. فابدأي بالأهم، ابدأي بالأهم. كلامك خلاني أحس أن الديتوكس مدى الحياة هو الحل المثالي لحياة أفضل، لأني بتعامل من بعيد. الديتوكس ما في تعامل، ما في تعامل، ما في يعني أنك أنت تتعاملين مع الأشخاص، لا ماديا ولا فكريا ولا مشاعريا، وهذا طوال الحياة غير ممكن، مو طبيعي، شيء مو طبيعي. لذلك هي حالة إنقاذ استثنائية من تسونامي جاي راح يدمر حياتك، فما المفروض أنه يعني يكون هو طريقة الحياة. وعشان كذا أنا خليته في الأخير، أعرف أنه في ناس يعني تحب مرات تخبص الدنيا، تسوي الشيء الغلط عشان تنقذ نفسها بطريقة غلط. صديقتي تسأل تقول بعد 27 سؤال ضحكت ضحك هستيري، إيش تفسير هذا الشيء؟ أنا بعد 27 سؤال، أنا برضو ترى ما أحط لكم شيء لأن أطبق على نفسي، أنا بعد 27 سؤال أنا صفنت صفنة كذا، يمكن ساعة كاملة وأنا أقول أوه واو أوه واو كذا يعني. فتصير تختلف زي ما نقول مشاعر الدهشة عند الإنسان، الدهشة لما أنت توصل في الجسد المشاعر في خريطتك، لما تفتح أرض جديدة تكون في شعور شو اللي صار، حنا وين، وش القصة، أول مرة أوصل هالشعور، أول مرة أحس هذا الإحساس، أول مرة أوصل هذا المكان. بس شعور طيب في النهاية، شعور طيب إنه يعطيني إشارة إنه أنت في طريق الباي باي، خلاص تحررتي وراح تقلبين الصفحة إن شاء الله. هل الأهل برضو انعكاس لنا؟ كل اللي برا، كل اللي برا، كل اللي برا، من فلوسك، من شكلك، من المادة اللي حولك، من الناس، من شريك حياتك، من أهلك، من الأصدقاء، من الزملاء، من الدولة اللي أنت فيها، من التاريخ اللي أنت فيه، من الزمن اللي أنت فيه، من كلها انعكاس لك. صديقتي تسأل أنمار تقول هل الحب موجود في العلاقات؟ يعني أحياناً أحسها مجرد رغبات. إحساسك صحيح، في الغالب هي يعني تبادل مصالح، تبادل رغبات، تلبية رغبات، تبادل طاقات. يعني وين انت تلقين عقد الحب، وين انت تلقين احد في مرحلة الحب؟ يمكن تصادفين حالات حب، لكن يعني تشخيصك جيد. ما رسالة تعلق شخص فيني مع العلم يذكرني بتعلق بشخص زمان وتشافيت منه؟ يصير مرات يظهر في حياتك شخص يذكرك بمرحلة أنت كنت فيها، هذا في الغالب يكون عندك دور تعليمي، في الغالب، ما أقدر أخصص بالضبط لأنه نحتاج نعرف تفاصيل كثيرة عن القصة، لكن في الغالب لما يجي شخص يمارس دور كأنه يذكرك في نفسك في زمن ما، يوم أنك خبصت، يوم أنك كذا، يوم أنك كذا، ففي الغالب يكون عندك دور أنك تعلمه.
صديقتي تقول كيف أبني الثقة بعد الخيانة بيني وبين زوجي لأنه عندنا أطفال صعب الطلاق. سالفة لأنه عندنا أطفال صعب الطلاق هذه قصة من العقل اللاواعي عشان يحميك من الموضوع اللي يخوف اللي هو الطلاق. أتمنى أنك كنت حضرتي جلسة الطلاق، مش متاحة الآن ومش موجودة على الموقع. ذلك ما كنت محتاجة تبرير، طيب؟ بس تبريرك يعني يدل أنك أنت كثير متلخبطة في الموضوع. ما كنت محتاجة تقولي لي تبرير أنه أنا ما صعب الطلاق لأنه عندي أطفال، ما كنت محتاجة. أنت إنسانة لك كامل الحق أنك ما تطلقين. أنت تقدرين تقولين أنا ما بطلق، ما احتاج تبين عشان أطفالي، أوكي؟ أنت تملكين هذا الحق، تملكين هذا الخيار، أنت قوية أنك تختارين هذا الخيار. It's okay. حتى لو كان خاينك لا تشعرين بالعار من هذه الفكرة، لا تعلقين على حد، طيب؟ فخلينا من هذه القصة. الشيء الثاني، أبغاك ترجعين لكل كل الحلقات، اكتبي الطلاق سمية الناصر في اليوتيوب وشوفي كل الحلقات اللي تكلمت فيها عن الطلاق. الشيء الثالث اللي أبغى أقول لك إنه الثقة ما المفروض إنها تنبني، يعني أنت الآن تبغين تبنين الثقة، أنت ما سويتي شيء غلط عشان تبنين الثقة، أنت سويتي شيء صح، أنت حطيتي ثقتك في شخص وخان الثقة. طيب شو المطلوب منك ليش تبنين الثقة؟ تبنين الثقة هذه ليش؟ لا، ما هو لازم ما تكون هذه الثقة موجودة، هو هذا هو المطلوب، لأنه هذا هو الشعور اللي وصلك صح؟ وهذا هو الشيء اللي انت عرفتيه وهذا الشيء اللي انت وصلتي له، فبالتالي هذا هو الواقع. فمو مطلوب منك انك انت تجمعين شيء وتبنين شيء وتحطين شيء وتحطين طوبة على طوبة وتسوين شيء، مو مطلوب منك. هو اذا كان صادق مطلوب منه، هو اذا كان صادق مطلوب منه، انت مو مطلوب منك انك تبني. بس واضح انه انت بالنسبه لي تشعرين بالعار من هذه العلاقه، تشعرين بالعار من قصه الخيانه اللي صارت. قدر على ما يبدو انه يشعرك بالذنب انه انت سبب المشكله ودليل انك قاعده تحاولين تبنين ثقه. شلون تبنين ثقه؟ انت ما خربتي شيء. يعني واضح انه انت زعلانه على نفسك ليش ما طلقتي، فبالتالي تبحثين عن شيء شماعة اللي هم الأطفال تعليقين. ففي كثير لخبطة في الموضوع، كثير لخبطة في الموضوع. أرجوك محتاجة تنظيف، محتاجة جلسة الطلاق، محتاجة أنك أنت تكونين واضحة مع نفسك أكثر. دكتورة، علاقتي بواحدة من خواتي غير جيدة، صرت أقلل من علاقتي معها وأتفادى ذلك، ومع ذلك تتشرح وتؤلب واحدة من أخواتي علي، وش أفضل شيء أتصرف معها؟ صراحة أنا أفضل الوضوح اللطيف، أنا أفضل الوضوح اللطيف. وعلى فكرة أبغى أقول لك شيء، من المحتمل إنه في شيء بخاطرها، أشياء أوراق قديمة، أشياء من الطفولة، قد تكون بوعي أو بلا وعي، قصص قديمة يمكن محتاجة إنك تعتذرين عنها، محتاجة إنك توضحين وجهة نظرك عنها، محتاجة إنك تبينين صورة معينة. لذلك يعني علاقة أخت مش فكرة مفضلة إنه إحنا نختار الخسارات هذه بشكل سريع. فأنا أرى إنه فكرة إنك أنتي تحطين الموضوع على الطاولة بلطف وتتكلمين بوعي وبصوت عالي وبشكل شخصي ممكن يوصلك إلى مكان. ممكن صديقتي تسأل تقول شخص أحبه زعلته من غير قصد واعتذرت، لكن بعد فترة بدأ يسوي حركات تضايق، ولما سألت إيش فيه قال أضايق مثل ما ضايقتيني وحسيت بألم، كيف حل الموضوع؟ أوكي، الآن أنت اعتديتي، طيب؟ بعدين لما اعتديتي هو زعل، قلتي أنت قمتي اعتذرتي، قام هو الآن
اعتدى، قمتي زعلت. طيب الى الان واحد واحد. الى الان الامور تمام. يعني اقصد انه واضح انه هو مو عقد حب، واضح. يعني اذا كنتي تتوقعين انه يعني عقد حب، لا عقد عادي، يعني ما هو حول الحب. لذلك بس الى الان الامور يعني طبيعيه، ما تخوف. الى الان امور طبيعيه، انت اعتديتي بعدين هو اعتدى، خلاص كل واحد يعني ضرب ضربة، فالمفروض ان الامور الان يعني ترجع طبيعية. اذا استمر يأذي، يعني خلنا نقول مثلا عاقبك بخمس ايذاءات مقابل ايذاء واحد منك، اقول لك يعني الموضوع بطال، يعني وشكله في كارب وفي ايذاء وكذا، يعني مزعج. لكن اذا كان واحدة لواحدة عادي عادي، يعني انه انت يعني هذا مقابل الشيء اللي انت سويتيه. حب سنة ونص من طرف، لما اعترفت طلع خاطب. حبيبة قلبي. طيب يعني هو كان صعب تسألينه انت خاطب، انت متزوج، انت ما هو وضعك الاجتماعي، عشان يعني من بدري انت ترتبين الموضوع. ترى بسيط والله، والله عادي، يعني تقابلين اي واحد، يعني عشان ما تمسكين الخط. متزوج، عندك اطفال، متى الزواج ان شاء الله، يعني تختصرين الموضوع على نفسك. اعتقد هذا درس، اعتقد هذا درس. يعني زي ما نقول، ما لا تحطين كثير من طبعا تحطيت نظارة وردية كثير مبالغ فيها، وعلقت كثير آمال، وكيد سويتي صور وشفتي أحلام قبل النوم وساكنين في قصر وكذا، يعني عشتي قصص يعني وأحلام وردية. فسوري سوري يا حبيبتي أنت، بس ترى على فكرة في يعني كثير كثير يعني شباب فيه موجود فيه يعني أجمل وأثرى، وتعرفين القصة عاد أنت، هذه ما يحتاج أعيدك إياها، أنت فاهمة. وبس التنبيه او الرساله اللي موجوده الان، انه انت من بدري تاخذين احتياطك. وابغى بعد انبهك انه يمكن المره الجايه يكون في شويه نصب، يمكن محتمل. الرساله بعد يعني لازم تتاكدي من الاسم، من الهويه، من الجنسيه، من العمل، من هالأشياء هذه، بليز يعني تأكدي منها قبل ما تطبين في البلورة الوردية. أو شيكي كذا على الأمور كلها، بعدين طب في البلورة الوردية، لأن عندك اختبار في هذا الموضوع، عندك اختبار، راح تختبرين المرة الجاية، ما فيها كلام. سنة ونص، واو سنة ونص، طويل القصة، ففيها اختبار. يا حبيبتي الله يقويك. طيب يا جماعة، أذكركم 3 أيام ويغلق التسجيل في غداء منتصف الليل، والعلاقات الخطرة، الحياة السرية للبشر، وطبقات الحياة، وورشة تشافي العلاقات. وأذكركم الأشخاص اللي ما حطوا معنا النية ولا حطوا معنا خلفية الجوال، ما زال في فرصة انه تحط النية وتحط خلفية الجوال. خلنا نشوف ايش يصير في 3 أيام هذه. خلونا اخر يوم، نبغى ناخذ اسئلة، ناخذ قست كلها، نركز على موضوع العلاقات، ممكن نطلع برضو بشيء جديد. وخلوكم معانا في الايام القادمة، نكمل حديثنا عن العلاقات. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.